هنا كنتواجدوا في الطريق ما بين ولاد فارس على اليمين وعلى اليسار ابن احمد وعلى اليسار البروجه. هنا كتلاحظوا الاشغال اللي قامت بها بلديه ولاد مراح، يعني جماعه ديال ولاد مراح في ظرف ما كاينش حتى اسبوع. الله عطانا واحد الامطار اللي هي غزيره، كتلاحظوا كتشوفوا المياه اش دايره، وكنحمد الله على هذه الامطار. وهذيك كتشوفوا شنو، شوفوا هذا المشروع، شوفوا هذه راه الرومبا هي غرقات. كنشوفوا مشروع ديال المواد ديال البناء، لان شوفوا كنلاحظوا الماء فوق داك الشيء ديال الياجور. هانتوما كتلاحظوا، شوفوا الناس، لا داعي باش غادي ندخلوا الناس تفاصيل في الاماكن ديال المنازل. الناس غرقات، الناس هنا كتشوفوا هنا الديور هنا راه كلها غرقات بالماء. حسبي الله ونعم الوكيل. كلشي بارطاجي الفيديو، بغينا كلشي بارطاجي الفيديو يوصل الناس للجهات المعنيه. بغينا نشوفوا هذا المشروع اللي هو ديال كيما اش غنقول لك، حسبي الله ونعم الوكيل. لاحظوا الناس، شوفوا هذا كيتسمى المسبح، هذا ما بقاش هذه طريق. هنا كتبان العيوب، بغينا نعرفوا الناس في هذا الماء كيفاش كيبقى، ما عرفتش انا. بغيت كل شيء يفسر ويشوف. هانتوما شوفوا بحال الناس كتهاني. شوفوا شوفوا كارثة. شوفوا الناس ديال ولاد مراح، شوفوا الأشغال. لاحظوا هادو الأشغال ما كاينش في ظرف أسبوع. شوف هاد المشروع، الناس راه غرقات بالماء هنا، الساكنة هنا لا من حاسيب ولا رقيب، غياب تام. بغينا الناس اللي تجي تسرح كيما كنقولوا لهم معنا الكوادس، ما عرفنا فين هما الكوادس، كاينين ولا ما كاينينش. اش هاد الحالة هادي؟ هانتوما ناس باين. شوف الحجر، شوفوا.